الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. مرحبا بالحضور الكريم، سواء الحاضر في الندوة أو المستمع أو المشاهد في هذه الندوة التي يقيمها حزب الأمة في الكويت بعنوان المواطن الخليجي بين حبس الحرية وسحب الجنسية. وجاءت هذه الندوة نظرا لما يتعرض له المواطن في دول الخليج العربي من الابتزاز الغير شرعي وغير قانوني، وهذا الابتزاز تقوم به هذه الحكومات لتبتز المعارضين والمصلحين والسياسيين بسبب الرأي وبيان ما تؤول إليه المنطقة من مخاطر. فأقام الحزب هذه الندوة لبيان الجانب الشرعي والقانوني في حبس الحريات وسحب الجنسية. المعلوم بالاضطرار أن المخالف في أي بلد أو في أي شعب لا ينسحب عقوبة أو لا تنسحب عقوبة مخالفته أو جرمه على من خلفه من أهله أو أبنائه أو أصحابه. فأعظم ما يعصى به الله وأعظم ذنب هو الشرك أو الردة. فإذا وقع المسلم وأشرك وارتد، فالواجب الشرعي إقامة الحد على هذا الشخص الذي اقترف هذا الذنب، ولا ينسحب هذا الذنب على أبنائه من قطع أرزاقهم والتضييق عليهم ودفع فاتورة ما قام به هذا الأب. هذه من الناحية الشرعية. من الناحية القانونية كذلك، الأمم والشعوب هي الأصيلة على هذه الأرض، وقانون الجنسية هو الطارئ الذي طرأ على هذه الشعوب. الشعب هو الأصيل في هذا الوطن وهذه الأرض، وهذه الجنسية الورقة التي وضعت ولم يتجاوز عمرها أكثر من 50 عام هي الطارئة على هذه الشعوب التي عاشت في هذه الأرض مئات السنين. فإذا أتيت تقيس شعب الكويت فهو الذي يشرف الجنسية، لا الجنسية تشرفه. نحن في الكويت نشرف الجنسية، قبائل وعوائل الكويت هي التي تشرف الجنسية، لأن هذه القبائل وهذه العوائل وهذا الشعب هو الأصيل في هذه الأرض. بعض القبائل على هذه الأرض من 700 عام، وهذه الأرض هي جزيرة العرب، ليست اقليم من اقاليم فارس او محافظه من محافظات كردستان. هذه ارض عربيه تتبع جزيره العرب، فابناء جزيره العرب هم اصحاب هذه الارض. والحكومات وقانون الحكومات والانظمه هي الطارئه على هذه الشعوب. فكيف الطارئ يغير الاصيل؟ هذا من افسد ما وقعت فيه هذه الأمة من التخلي عن مسؤوليتها، والشعب يجب أن يتحمل مسؤوليته.
وأن يقوم بمسؤوليته تجاه هذه القوانين، سواء في حبس الحريات أو في سحب الجناسي. فإذا الشعوب في المنطقة لم تقوم بواجبها تجاه هذا القانون أو هذا العبث، هذا ليس قانون، هذا العبث، سينتهي بها الأمر إلى أن تكون شعوب من غير هوية، شعوب من غير هوية، مالك هوية، ومسخت هوية شعوب الخليج بسبب هذه الجناسي وهذه الأموال. المال والثروة ثروة الشعوب، والأرض أرضهم، والدول دولهم. فكيف تطرأ هذه القوانين لهذه العصابات التي تمنع من تشاء وتمنع من تشاء بسكوت ورضا من هذه الشعوب؟ نحن كحزب نقوم بالواجب الشرعي والقانوني والاجتماعي تجاه شعوب منطقة الخليج من بيان خطر حبس الحريات وسحب الجنسية الذي سينعكس ليس على الأنظمة والحكومات فقط، سينعكس على شعوب المنطقة ويجر عليها الويلات. الشعب الواعد والشباب الواعد اليوم هو الذي سيغير التاريخ، ولكن التغيير لم يرضي الجميع. فكانت القوى السياسية والإصلاحيين والإصلاحيون يريدون أن يغيروا التاريخ ويغيروا هذا العبث والإصلاحات السياسية من خلال التداول السلمي للسلطة والتفاهمات والتشاور والشورى واجتماع الأمة على كلمة سواء. فأبت هذه الحكومات إلا أن تسجن هؤلاء المصلحين والدعاة إلى الطريق المستقيم. فستواجه هذه الحكومات شباب واعد ليس لديه شيء يخسره، وسندفع نحن الثمن. أبناءنا هم الذين سيقومون بهذا الواجب الذي تخاذلنا نحن عنه. فنحن كحزب نبين خطورة ما يحدث اليوم. ليس اليوم مختصر الأمر على سحب جنسية عضو مجلس أمة أو جنسية داعية أو جنسية رئيس تحرير، إنما الأمر سجن كبير يعد الأمة أن تجعل جميعها في سجن فقر. برضا منه هي التي رضيت وهي التي أقرت وهي التي ستدفع الثمن. فيجب على الشعب تحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في منطقة الخليج العربي من عبث سيؤدي إلى انهيار تام في الاقتصاد وبالثروة وفي السيادة السياسية على المنطقة. هذه مقبلة الثلاثة، الأزمة السياسية والأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية مقبلة لا محالة. ولكن على أي جنب تريد أن تموت؟ الموت قادم، لا هو الموت بمعناه الاصطلاحي ولكن بمعناه اللغوي، الموت الحسرة والضياع قادمة. ونتوقع أو نرى أن السنة فاصلة في تغيير وجه التاريخ في عام 2015، لأن الأقاليم من حولنا تسعى إلى تغيير ما يحق عليه. فإذا قامت الشعوب بمسؤولياتها تجاه دينها ودنياها فقد تنجو السفينة، أما إن سكتت الشعوب فسندفع جميعا الثمن. حبيت أن أقدم هذه المقدمة في هذه الندوة، والكلمة الآن للأستاذ الدكتور حاكم طيري رئيس حزب الأمة في الكويت. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقدم بين يدي هذه الكلمة المقدمات. الأولى، أثبتت الحكومة صدق العنوان الذي عنوان به الأخوة هذه الندوة: المواطن الخليجي بين حبس الحرية وسحب الجنسية. فكان أول عمل قامت به تجاه هذه الندوة أن بدأت تمارس الضغط من أجل منع الندوة بغير حق قانوني، فلا شرعا ولا قانونا يحق السلطة أن تمنع مثل هذه الندوات. فأثبتت بالفعل أن هناك أزمة حريات وصلت إلى حد منع أو محاولة منع ندوة كهذه الندوة التي تناقش قضية في غاية الخطورة. وكل تقريبا دول الخليج وشعوب الخليج تعاني من هذه الأزمة. هناك آلاف من المصلحين في السجون في كل دول الخليج، في السعودية، في الإمارات، في الكويت، في كل من الشباب السياسيين والمغردين والإعلاميين. فأصبحت ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الخليج، وأصبحت عندنا معارضة في الخارج خليجية، وهي معارضة من عقليات على مستوى كبير في العلوم والفكر، وأن يصل الحد وأن يبلغ ضيق العطل وضيق الصدر ألا تتحمل هذه الحكومات مشاركة مفكر كبير كالشيخ حسن الدقي الأمين العام لحزب الأمة الإماراتي عبر السكاي، أو الشيخ محمد الفلاح الأمين العام لحزب الأمة الإسلامي في المملكة بمشاركة عبر السكاي. هذا الأمر أبعد مما كنا نتصور، أن يشارك أحد برأيه، إن هذا نعده يعني أقل الحقوق. فمن حقهم إن كان لهم حق أن يمنعوا قدوم هؤلاء الضيوف إلى الكويت، أما أن يمنعوا أحد من الاتصال بهم وسماع وجهة نظرهم فهذا حالة من الطغيان غير مسبوقة. الخليج ككل، المواطن الخليجي في كل دول الخليج يواجه تحدي طغيان السلطة، سواء في السجن، في المملكة آلاف من السجناء، سجناء الرأي، من علماء، من مفكرين، من شيوخ دين ومصلحين في السجون، بعضهم من عشرات السنين. ويراد تعميم هذه الحالة على كل دول الخليج. أي هذه الظاهرة السعودية يراد لها أن تعمم على كل دول الخليج، ليصبح الجميع سواء كان مفكر أو سياسي إما في السجن أو في المهجر، إما في السجون أو في المهاجر. وهذا وضع ينذر بأن المنطقة على وشك تحول كبير، والحكومات هي السبب، ليست الشعوب هي السبب. المقدمة الثانية، وأشار لها الأخ رشيد، وهي قضية الخطأ التاريخي الذي تدفع الشعوب ثمنه. شعوب الخليج ربما هي الشعوب الوحيدة في العالم التي ترتبط قضية المواطنة فيها والجنسية ليس في الدولة، وإنما
بالأسر الحاكمة، وما كان لهذا الخطأ التاريخي أن يحدث لولا أن هناك اتفاقيات سرية وقعتها هذه الأسر مع الاحتلال البريطاني عندما دخل المنطقة وضمن لها السلطة والثروة، التوريث، توريث السلطة والثروة، ومن ثم لم يعد هناك حاجة أصلا لأن تتفاهم هذه الأسر مع شعوب المنطقة حول الحقوق والحريات والهوية الوطنية. شعوب المنطقة الآن تواجه هذا التحدي، وحتى الدساتير، الدستور الكويتي لم ينص على حق المواطنة، بل جعله في قانون خاص وتمارس السلطة في صلاحيات تقديرية واسعة، تسحب ما تشاء، جنسية من تشاء، وتمنع من تشاء، مع أن الجنسية في كل التعريفات القانونية المعاصرة هي رابطة وعلاقة بين المواطن أو الفرد والدولة وليس السلطة، وطبعاً وزير الداخلية، فهي علاقة بين الفرد والدولة بكل مؤسساتها وبكل أركانها، الشعب، السلطة بما فيها السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية. الموضوع الجنسية في الكويت لا علاقة له بالدولة، وإنما علاقة بالسلطة وعبر وزير الداخلية. فلا تستطيع السلطة القضائية أن تتدخل، وليس للسلطة التشريعية أيضا صلاحيات في هذا الموضوع. فموضوع الجنسية في الوقت الذي في بريطانيا، موضوع الإقامة، لا تستطيع الحكومة البريطانية أن تبطل إقامة مقيم أجنبي على أراضيها إلا بحكم محكمة، أن الجنسية تسحب بلا حكم قضائي. وأخطر أنواع سحب الجنسية السحب السياسي، أي مواجهة المعارضة السياسية بسحب الجنسية. موضوع الجنسية له شقان، شق شرعي وشق سياسي. الشق الشرعي هو الأهم بالنسبة لنا، هذا الموضوع له أحكام شرعية قطعية، فالعلاقة في المجتمع الإسلامي، وبما أن الكويت دولة دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، فالعلاقة بين أفراد المجتمع قائمة على علاقة الأخوة التي قررها الإسلام، إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإحدى إشكالات الجنسية اليوم أنها تحدد الولاء لهذا القطر أو ذاك القطر، بينما في الإسلام هذا الولاء لا قيمة له، لا قيمة له بتاتا. بمعنى إذا كانت الحكومة السعودية تريد بالجنسية أن تحصر الولاء بين مواطنيها فيما بينهم مع سلطتهم، والحكومة الكويتية تتصور أنه بالجنسية تحصر الولاء للكويت، فهذا الولاء يصطدم بأصل الإسلام، إنما المؤمنون إخوة والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. إذن قاعدة الولاء والبراء التي يترتب عليها النصرة وتترتب عليها أحكام كثيرة هي مرتبطة بالإيمان وبالإسلام والطاعة بالمعروف بعد ذلك. فإذا الحكومة الكويتية غرضا دخلت في مشكلة مع الحكومة السعودية لا قدر الله، فلا يطاع لا هؤلاء ولا هؤلاء إلا في طاعة الله ورسوله فيما كان معروفا،
أما الولاء فهم أمة واحدة، وأخوة الإيمان توجب على الجميع حقوق. بينما الجنسية في المفهوم الغربي يراد منها أن يصبح الولاء للدولة الفرنسية والقومية الفرنسية في فرنسا التي لا يتقدمها أي ولاء آخر في حال حدوث حرب مع بريطانيا، في حال نحن في الإسلام. تقرر بالإجماع كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن بلاد الإسلام بمنزلة الدار الواحدة، مهما قامت عليها حكومات وتقاسمتها هي في الأحكام الشرعية واحدة وأمة واحدة. فإذا كان الهدف من الجنسية هو حصر الولاء بالسلطة، فهذا الولاء لا قيمة له شرعاً، يصطدم بأصل الإسلام، وتقديمه يعد ردة وكفر بلا خلاف بين أهل الإيمان. أن يقدم هذا الولاء على الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ولهذا جاء في الحديث الصحيح المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، هذه أحكام قطعية، سواء كان في السعودية، في الكويت، في العراق، في مصر، في السودان، هذه أحكام تعم أهل الإسلام قطعا. بالطبع هذا المعنى موجود في الفقه الإسلامي، أي كون هناك أحكام مرتبطة بالأرض، هذا مما تقرر في الشرع. فكان أول من أشار وحدد طبيعة العلاقة السياسية هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وكتب صحيفة المدينة، فنص بهذه الصحيفة على شيئين: على الأمة بالمفهوم العقائدي الإيماني، وفي نفس الصحيفة نص على الأمة بمفهومها السياسي المكاني. ففي أول الصحيفة يقول صلى الله عليه وسلم وأن قريش المهاجرين من قريش ويثرب ومن لحق بهم وهاجر إليهم وجاهد معهم أنهم أمة من دون الناس جميعا. هؤلاء الذين جاءوا إلى المدينة في هذه الدار أمة من دون الناس جميعا، بينهم من الولاء ما ليس للمسلم في مكة، حتى المسلم الذي في مكة ليس له من الولاء والنصرة ما يوجب على هذه الجماعة التي اجتمعت في هذه الدار. فهذا من آثار الأرض والدار والحقوق التي توجبها على سكانها. وفي نفس الصحيفة أشار للأمة بالمعنى السياسي، هذا الذي يتحدثون عنه مفهوم المواطنة والجنسية المرتبطة بالأرض. فقال في الصحيفة: وإن يهود بني عوف، وهؤلاء كانوا في المدينة ودخلوا في الصحيفة التي حددت هذه الحقوق والواجبات، وإن يهود بني عوف أمة من المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. هذه الأمة بمعناها وبمفهومها السياسي، الجماعة السياسية. ولهذا جاء في الحديث الإشارة إلى الأمة بالمفهوم الأول، كحديث: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي من الأرض، إني رأيت إن الله زوالي الأرض فرأيت مشاربها ومقاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بالطبع موضوع الجنسية مرتبط بالدولة، وهذه الدولة ارتبطت بمفهوم الأمة القومية في العصر الحديث. بينما في أحاديث أخرى يذكر الأمة بالمفهوم السياسي، وهو الجماعة التي ارتبطت في دار الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمة في الحديث الصحيح يضرب برها وفاجرها ولا يفي لعهد عهدا فليس من أمتي أو فليس مني. فأصبح المسلم والذمي جميعا من أمته صلى الله عليه وسلم بهذا المفهوم اللي هو سكان دار الإسلام.
ولهذا نستطيع أن نفهم هذه القضية، أي قضية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحقوق التي يجبها الاستيطان بأرض ما من أحكام أهل الذمة، لأن العلاقة التي ربطتهم بالأمة هي الدار، وهذا بلا خلاف بين المذاهب الفقهية جميعا. فمثلا يقول الإمام السرخسي من أئمة الأحناف، قال: لأن المسلمين حين أعطوا أهل الذمة الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم وصاروا من أهل دار الإسلام، والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء، أي في الدار وأحكامه، أي يجب على المسلمين في دار الإسلام أن يدفعوا الظلم عن أهل الدار حتى وإن لم يكونوا مسلمين، بينما لا يجب عليهم أن يدفعوا الظلم عن المسلمين في غير دار الإسلام إذا كان بينهم وبين أهل تلك الدار ميثاق أو كانوا لا يستطيعون النصر، بينما في كل الأحوال يجب عليهم الدفاع عن أهل الدار. أيضا ويجعلوا صور للحصول على هذه الجنسية. من هذه الصور قال الكاساني: وظيفة الخراج، يعني ضريبة الخراج على الأرض، وهي تؤخذ من المسلم وغير المسلم، تختص بالمقام في دار الإسلام، فإذا قبلها من جاء إلى دار الإسلام، فمن قبلها فقد رضي بكونه من أهل دار الإسلام، يعني إذا جاء سنة واحدة ودفع ضريبة الأرض أصبح له مال المسلمين وعليه مال المسلمين. وهذا العقد يصفه الفقهاء بلا خلاف على أنه عقد مؤبد، أي العلاقة، لاحظوا هذا لغير المسلم فضلا عن المسلم، هذه العلاقة التي تنشأ بالاستيطان علاقة مؤبدة ليست مؤقتة، بخلاف من يأتي بأمان للتجارة والرجوع، أو يأتي كسفير ويرجع، أو هذه أمان مؤقت. أما من يستوطن الأرض ليصبح لا له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، والعقد هذا عقد مؤبد جنسية دائمة، ما يمكن بأي حال من الأحوال. ولهذا نص الفقهاء على أنه لو خرج أهل الذمة على السلطان الجائر حرم قتاله مع السلطان الجائر ولم ينتقض بذلك عهده، هذه الجنسية ما تسقط عنه لكونهم خرجوا على السلطان المسلم في دار الإسلام. لماذا؟ لأن هذا العقد مؤبد. ويضعون صور كثيرة في بيان، يعني يا أخوة نحن اليوم المسلم لا يحصل على حقوق الذمي في دار الإسلام، تصور بدون 100,000 مسلم وعربي ومن أهل جزيرة العرب، معنا في الكويت 10% لا حقوق لهم. وللأسف أنه لم توجه أسئلة لإدارة الفتوى والتشريع، لأنه بالإجماع وبلا خلاف أنه لا يوجد في الإسلام، في أرض الإسلام، شيء اسمه ويحرم الحقوق، لا يوجد. إذا كان اللقيط، وهذا نص عليه الفقهاء لا يكاد يختلفون، اللقيط في دار الإسلام، طفل اللقيط لا يعرف له شيء، على طول يكتسب شيئين وصفين: الإسلام والحرية، يحكم له بالإسلام والحرية. ويعللون هذا الفقهاء، يعللون أن الأصل في الدار الحرية والإسلام، هذا الأصل. فإذا جاء إنسان لقيط على طول نحكم له بأنه مسلم وحر، وتترتب كل الحقوق بناء على هذا الوصف. عندنا اليوم بدون ايش هذا بدون. ولاحظوا هذه القضيه عرضت على مفتي مصر محمد عبده،
قبل 100 سنة أو أكثر، ألف و... تقريبا 1122 صدر فتوى، ولا زالت هي الفتوى يعني في دار الإفتاء المعتبر عن الجنسية. لماذا لم يوجه سؤال لوزارة إدارة الإفتاء في الكويت؟ نريد أن نسمع وجهة نظر اللجنة، هل ما يجري للبدون مما تقرها الشريعة؟ أم هو باطل وظلم؟ ومن ثم يجب على المشرع أن يمنح هؤلاء الحقوق التي جاء بها الإسلام، والشريعة هي مصدر التشريع. أما هذه القوانين التي تصادر بها مثل هذه الحقوق الشرعية التي أجمعت الأمة عليها وثبتت بالنص والإجماع، هذه القوانين ردة صريحة، نفس القانون كفر صريح، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل هذا من حكم الله؟ القضية ليست قضية أعضاء مجلس أمة يجتمعون ويضعون قانون ويشرعون، القضية قضية ما هو حكم الله ورسوله في هذه القضية. هل في الإسلام شيء اسمه بدون يحرم من العمل ومن التنقل ومن السفر؟ كل هذه الحقوق يحرم منها بدعوى أنه بدون. يقول السلف تكون بالدار لا بالدين، لاحظ هذه قاعدة، عصمة الدم وعصمة المال يقول تكون بالدار بسبب العلاقة في الأرض لا بالدين. ها فالذمي في الإحراز مساو للمسلم لأنه من أهل دارنا حقيقة وحكما. لاحظ هذا التعبير يا أخوة، هذا الفقه هجر اليوم. فلما أتوا لنا بهذه القوانين الوضعية التي هي من وضع الإنسان الذي وصفه الله إنه كان ظلوما جهولا، ويراد أن تقدم على أحكام الله الذي كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نحن اليوم نريد بشعوب الخليج ما له أن يكون له من الحقوق ما تقرر لأهل الذمة في دارهم، حتى أنهم إذا خرجوا على السلطة كما قال شيخ الإسلام، قال وهذا مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، أنهم إذا خرج أهل الذمة على السلطان لمظلمة وقعت عليهم أنهم يحرم القتال معه. الخوارج على الخوارج أن من خرج على السلطان لوقوع مظلمة أنه يحرم القتال مع السلطان، وكذا أهل الذمة. اليوم يهجر الخليجي من أرضه ويسجن وتسحب جنسيته لأنه قال كلمة، يقول كلمة يسجن أو تسحب جنسيته. قال بالطبع هذه القضايا يا أخوة لا يراد لها أن تعالج ولا أن تعرف على الإسلام وعلى أحكامه وعلى الشريعة. لاحظ كلمة يقول ابن قدامة: لا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء للأرض الموات، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، وحديث: اعلموا أن هذه الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم. إيش قال ابن قدامة؟ قال: لا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء. ليش؟ قال: لأن قوله ثم هي لكم أي لأهل دار الإسلام، والذمي من أهل الدار تجري عليه أحكامها. طيب نحن نريد هذا الحكم كمسلمين لأرضنا في جزيرة العرب، لا تجد بيت، لا تستطيع أن تحصل على 400 متر حتى يقرر لك الملك، يعطونك دفعة أرض بعد 20 سنة تصبح جد
ثم تمنح قطعة أرض، وهي كانت تمنح للذمي إذا أحياها. لاحظوا أيضا هذه الجنسية يحصل عليها بالزواج. قال ولو أن السرخسي يقول ولو أن امرأة من أهل دار الحرب دخلت دار الإسلام بأمان فتزوجت مسلما أو ذميا صارت ذمية تابعة لزوجها في المقام، فتزويجها نفسها بمن هو من أهل دار الإسلام يكون رضا منها في المقام في دارنا على التأبيد. امرأة جت دخول مؤقت فتزوجت رجل من أهل دار الإسلام سواء كان هذا الرجل مسلم أو ذمي، تأخذ الجنسية وتصبح علاقتها بالأرض علاقة مؤبدة على التأبيد. أيضا للولد إذا كان من أب خارج دار الإسلام حربي وأمه من أهل دار الإسلام، قال وكما يتبعها الولد إذا كان من أهل ديننا يتبعها إذا كانت من أهل دارنا. لاحظوا كيف أهل الدين وأهل الدار، قال إذا كانت من أهل ديننا يتبعها إذا كانت وكما يتبعها الولد إذا كانت من أهل ديننا يتبعها إذا كانت من أهل دارنا لتوفير المنفعة على الولد، يصبح يأخذ جنسية أمه حتى وإن كانت مجوسية في دار الإسلام يأخذ جنسيتها لأنها من أهل الدار. والقاعدة أن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذه العلاقة المؤبدة يترتب عليها أحكام أيضا. لاحظوا يا أخوان كل من الفقه المهجور الذي زهلت به الأمة فإذا هي تعيش هذا الضرب بقوانين الغرب الظالم الجائر. قال في الصلح الذي عقده خالد بن الوليد مع النصارى في العراق، قال وأيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت عنه الجزية وعيل من بيت مال المسلمين ما أقام له ما أقام بدار الإسلام، فإذا خرج إلى غير دار الإسلام فليس على المسلمين الحقوق التي يستوجبها البقاء في دار الإسلام. إذا أردت أن تكون من أهل الدار فلك حقوق ولأولادك حقوق سواء كنت مسلم أو غير مسلم. هذه بعض الأحكام الفقهية الشرعية التي تعالج قضية المواطنة منذ أن أقام الإسلام الدولة في المدينة وكيف حدد الحقوق وحفظها لكل مواطن المدينة، ثم بعد ذلك اتسعت دار الإسلام فظلت هذه الحقوق لكل أهل دار الإسلام المسلم وغير المسلم سواء في هذه الحقوق. اليوم نحن في دار الإسلام تسحب الجنسية من المواطن ويصبح بلا انتماء بلا علاقة بالأرض، هذا بأي حكم بأي شريعة تسحب جنسية أسر على هذه الأرض منذ 50 60 70 سنة ونحن اللقيط في الشريعة نمنحه كل الحقوق حقوق المواطنة. إذا ما يمارس أخطر أنواع الطغيان وأخطر من أن يغيب الرأي الشرعي في الموضوع. أين موقف وزارة الأوقاف؟ أين لجنة الفتوى فيها؟ أين الهيئات العلمية؟ ومشكلة البدون في المملكة وفي الخليج كل موجود في المملكة مليون مسلم عربي بدون محروم من كثير من الحقوق. هذا التمييز بين المسلمين مكرر الإسلام وهم أهل الأرض، ولهذا حتى في الزكاة جعل هناك ارتباط بين الزكاة والأرض، قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلا تنقل الزكاة من
مكان إلى مكان إلا إذا اكتفى أهل الأرض. فكيف يحرم الإنسان من كل حقوقه التي يوجبها كونه من أهل الأرض من أهل الدار؟ ما جرى من سحب الجنسيات، من سجن الحريات، كل هذا صور من صور الطغيان الذي أمر الله عز وجل بالكفر به. قال: فمن يكفر بالطاغوت، هذا حالة الطغيان، اذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان اجتماعي، بل هم قوم طاغون، ليس فقط طغى، بل المجتمع قد يصل في حالة من الطغيان الجماعي. اليوم قضية البدون ليست مشكلة فيها مع الحكومة، لا، المجتمع نفسه في حالة من الطغيان يريد حرمان هذه البيئة من حقوقها بأهوائها وشهواتها دون أن ينظر في حق الله. هي حالة من الطغيان الاجتماعي الذي انعكست على واقعها، حالة من الطغيان الاقتصادي، بل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذا الطغيان الاقتصادي الذي يمارسه الملأ وأصحاب رؤوس الأموال ليستأمنوا الخلق. الواجب علينا جميعا، ونحن أهل جزيرة العرب وأحق الناس بحمل هذا الدين وبعثه وإحيائه، أن نتمثل قول الله: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، هذا الذي يتحاكمون إليه ويشرعونه ويظلم بعضهم بعضا به. كل هذا الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحن نريد حكم الله، لا نريد أكثر من حكم الله في كل هذه الإشكالات. هذا الطغيان الذي يمارس فتصادم به الحرية، هذا الطغيان الذي يمارس فتصادم به الجنسية ويبتز به المعارض السياسي، هذا الطغيان الذي يمارس فيسجن الآلام لا لشيء إلا لأنهم يرفضون الظلم والطغيان، كل هذا يجب على الجميع أن يتحمل المسؤولية للتصدي له ومواجهته. كما جاء في الحديث: لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. هذا ينتبه التقديس والتطهير عن هذه الأمة التي يظلم فيها الفرد ولا يجد من يقف معه. تصورنا عندما سحبت جنسية البرغش وجنسية الجبر وجنسية الشيخ نبيل العوضي، ونبيل ليش تسحب جنسية؟ ليش؟ يعني نبيل ليس معارضا سياسيا، هو داعية موجه مصلح اجتماعي، لأنه كان يتحدث عن القضايا السياسية. عندما يصل حالة الطغيان إلى ابتزاز مثله، ثم يصمت المجتمع على القيام بمسؤولياته، إذا نحن أمام خطر أن يصدق فينا الحديث: إذا رأت أمة الظالم ولم تأخذ على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب مني. ولهذا هذه الندوة هي بإذن الله هي أول فعاليات مواجهة هذا الطغيان، سحب الجنسية على هذا النحو والاستخفاف بإرادة الشعب الكويتي كله. يعني الحكومة تعلم أن الشعب الكويتي كله في حالة من الغضب والاستياء من هذا التصرف تجاه من سحب الجنسية. لم تأبه بهم هذه الحكومة، إذن هي حكومة من؟ تمثل من؟ تحكم بأي حق هذا الشعب؟ وهي يبلغ فيها الاستخبار أن تسحب جناسي هؤلاء بلا حجة.
لا حجة شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية. أرجو إن شاء الله أن تكون أول الفعاليات هذه الندوة، ثم يتبعها بعد ذلك تجمعات ومسيرات وتظاهرات بالتعاون والتنسيق مع كل القوى السياسية والمجتمعية لندافع عن أبسط حقوق المواطنة، أبسط الحقوق الإنسانية. هذه لا تعد من الحقوق السياسية، ليست كما نطمح إليه من حكومة منتخبة وتعددية وتداول سلمي وهو المشروع المستقبل القادم، شاءت الحكومات أم أبد. لكن نحن الآن نتحدث عن قضية حقوق إنسانية، وظل الجميع تقريبا يتفق على أنه ظلم، والحكومة إلى الآن ننتظر أن تتخذ إجراء بالتراجع لم تفعل. وصلتنا أخبار أنها تطمئن هذه الأسر بأن القضية ستحل، وهناك تفاهم، وهناك إن شاء الله تراجع عن القرار، وأنه لم يصدر برغبة من السلطات العليا، والجميع ينتظر. ثم تمر الأيام ولا يحدث أي تغيير. هذا يجب منا جميعا أن نقف وقفة لله، ومن أجل هؤلاء المظلومين والدفاع عنهم واسترجاع هذا الحق. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نشكر الدكتور حاكم طيب على هذه الكلمة التي بيّن فيها الحكم الشرعي في هذه الجنسية، وهو خطاب للشعوب الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية تريد حكم الله، حكم الإسلام، والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، فلا تكرهني الحكومات على التحاكم لغير الدين، كما أننا لا نكره غير المسلم الدخول الإسلام. وهذا أصل من أصول الدين، أن لا يجوز الإكراه لأي أحد في دخول الإسلام، وهو واجب عليه ولكنه واجب بالرضا. فكذلك لا تكرهنا هذه الحكومات على التحاكم لغير الله عز وجل، وبيان حكم الله في هذه الأمور، وهذا واجب على الشعوب وعلى الحكومات، والتخلي عنه كفر وردة. فلا تتخلى الأمة عن الدعوة للتحاكم إلى حكم الله في أعظم أمر وهو الولاء والبراء. ولم يقع في المجتمعات في العالم كله ابتزاز فئات من الناس بالجنسية كما في فيتنام والكوريتين وألمانيا وغيره والسودان، إلا انتهى الأمر إلى الانفصال، انفصال إقليم عن دولة، وحدد مصيره ودعا إلى أن يكون دولة أخرى. ونحن في الخليج ندعو إلى وحدة الخليج، وأن يكون الخليج دولة واحدة، قرارها السياسي واحد، قرارها العسكري واحد، قرارها الاقتصادي واحد. فنتفاجأ بأن الحكومات في الخليج تدفع الشعوب لتقسيم منطقة أكثر من ما هي مقسمة. هل تريدون أن ينفصل أهل الشمال وينفصل أهل الشرق وينفصل أهل الوسطى وتنفصل الجنوب، وتصبح بدل أن نكون 6 دول أن نكون 10 وأكثر؟ فلا يعقد سحب الجنسية والهوية الذي حصل في العالم قبل 40 سنة، لم يعقبه إلا الانفصال، ولم يستطيع أحد أن يرد الانفصاليين عن انفصالهم. لم تستطع تجزم الأمة. انفصل الكردستان جبرا من أيام صدام حسين، ما يستطيع أن يدخل شوارعها إلى اليوم. السبب التميز والعنصرية التي يعيشونها أصحاب وأبناء الأرض. وبين الشيخ الحكم الشرعي والأمة أو الأرض
أو العالم يحكم هما حكم إسلامي أو حكم ديمقراطي أو حكم دكتاتوري. فالحكم الإسلامي بينها الشيخ جزاه الله خير، والحكم الديمقراطي معلوم تجده في أوروبا وتجده في أمريكا. لو قتل أوروبي رئيس الوزراء في أوروبا ما سحبت جنسية أبنائه، مقام عليه العقوبة ويقول أبنائه إلى بهذه الجنسية. فنعرف أن الحكم الديمقراطي أننا لا نعيشه، والشرعي أننا لا نعيشه، فلن يبقى إلا الدكتاتوري الذي يمارس على الأمة باسم الإسلام. باسم الإسلام نعيش الطغيان والدكتاتورية. كلمة الآن لأخونا الدكتور أحمد النزيل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير جميعا. بداية أسجل الشكر لإخوة حزب الأمة على هذه الدعوة، ثم أيضا أحيي حزب الأمة على هذه الخطوة الجديدة التي أعتقد أنه حملت حتى بين قوسين حملت السحب الجنازي. لا أعتقد أن هناك تيار أو كتلة أقامت تجمع أو نشاط معين من أهم القضايا التي تهمنا، هي يعني قضية الهوية في نهاية المطاف. وللأسف طبعاً أن قضية الجنسية مرتبطة بالهوية، مع أنه أصح أن الهوية ما لها علاقة بالجنسية، الهوية مرتبطة بمكون ثقافي. لذلك ستكون مداخلتي السريعة عن بعد آخر، وهو البعد الثقافي في سحب الجنازة. أنا أود أن أتطرق إلى هذا الجانب طبعا. الأستاذ دكتور حاتم بطل الجانب الشرعي والقانوني، أريد أن أدخل إلى هذا الجانب وأقول بأنه أنا شخصيا يعني لدي قراءات خاصة في تاريخ الكويت أو في تاريخ الجزيرة العربية شمالها وجنوبها، ولقراءة معينة في أنه هذه الحكومات التي طرأت يعني على فكرة يعني حكوماتنا كلها في المنطقة كلها هي حدث جديد، وليس يعني من ناحية الدولة، من ناحية تشكيل الدولة هي حدث جديد، ولكن كوجود اجتماعي وثقافي وسكاني ووجود بشري هو أقدم من الدول. بمعنى يعني لو ضربنا مثال على أي قبيلة أو أي عائلة سنجد بأن جذورها التاريخية ضاربة في القدم، أقدم من ظهور هذه الدول. بل أنه لو أضع دول الخليج خصوصا الكويت والسعودية والجانب المحاذي للكويت والعراق إلى 1922 ما كان في حدود يعني واضحة، وكان هناك أزمة في ترسيم الحدود بسبب القبائل من ناحية يعني الفاعلين أو الحكام في ذاك الوقت كانوا يعتقدون أن كل قبيلة تابعة لي وكذا، لكن الإنجليز كانوا ينظرون إلى ترسيم الخريطة ترسيم مختلف وهو التواجد النفطي. فبالتالي يعني تداخل النفطي بالقبلي فأنتج لنا هذه الخريطة المستحدثة جديدة، هي الخريطة هي كلها جديدة. فبالتالي تعرفون أن الخريطة يترتب عليها وجود قانوني. إذن الوجود القانوني هو لاحق أمر لاحق على تقسيم الخارج، والوجود البشري هو سابق على كل هذا الوجود. فبالتالي هناك من الطبيعي أن تنشأ أزمة وهي موجودة، والآن سأدلل على الأزمة التي نعيشها، أزمة هوية لم يحلها لا الدستور ولا القوانين. نحن بالفعل في الجزيرة العربية عموما نعيش أزمة هوية ثقافية، والسبب البعيد وهو أننا أعلننا القطيعة مع تراثنا الفكري الحقيقي ولغتنا العربية وموروثنا بشكل عام، فأصبحنا مجموعة من القبائل متنازعة ومتقاسمة ويحكمها مجموعة من الحكام. حتى هذه الدول لم تستطع أن تقدم
تصور واضح لهوياتها القطرية. قبل قليل استدل الدكتور حاكم بالمثل المجتمع الفرنسي، انه المواطن الفرنسي مرتبط بقومية فرنسية. في الكويت او في السعودية او في الامارات او في قطر او حتى في العراق كلنا غير مرتبطين بهوية قومية. على المستوى القانوني اقصد. صحيح على مستوى اللاوعي الثقافي نحن المسلمين مرتبطين بها بقومياتنا، نحن عرب في نهاية المطاف، نحن عرب ولدينا موروث اقدم من ظهور الحكومات. لكن الحكومات لم تستطع ان تدمجنا مع الدولة لانها لا تملك هي تصور. فبالتالي لا يوجد ارتباط لدينا بقوميتنا وفق قانون المستعتر مثلا الدستور 62. احد اعضاء لجنه احداث الدستور قال في اللجنه لماذا نقول الامه مصدر السلطات ولا نقول الشعب مصدر السلطات؟ سال السؤال فرد على الخبير القانوني فقال والله هي الفقره والعباره هكذا افضل. الجواب سريع. الحقيقه انه هم اصلا يعرفون انه احنا نحن بناء على الدستور 62 مثلا نحن لسنا امه يعني جزء منهم، لكن وفق الدستور نحن لسنا امه ولسنا شعب حتى، نحن مجموعه من الرعايا. لكن هو احرج فقال امه افضل، هذه اللغه. لكن في الحقيقه نحن لسنا شعب ولسنا امه. لو كنا امه مرتبطه بجذورها العربيه الاسلاميه لما وجدت جنسيه كويتيه وجنسيه سعوديه وكذا، وكان من الافضل على انظمه مجلس التعاون ان تقدم تصور على الاقل للمواطنه الجزيرويه العربيه او اي صيغه اخرى يعني، ولا هذه الصندقه في كل قطر يضع يده على مواقع النفط وشعب رعيه، فبالتالي اصبح بيد صندوق وبيد المفتاح. فبالتالي نحن نعيش ازمه ثقافيه مرتبطه بها بتصورنا للمواطنه والجنسيه، ومن الطبيعي ان بناء عليها ومن الطبيعي ان تسحب الجنازه لانه لا يوجد اصلا تصور ثقافي، لا يوجد مكون ثقافي للجنازه او حتى مفهوم المواطنه، لا يوجد تصور. فبالتالي طالما انه لا يوجد تصور ولا يوجد منظور لثقافتنا انه هذا الانسان عربي، لا يجوز ان الغي عربيته او مسلم والاسلام وكذا، ما يجوز. هذا مكونه وجزء من وجوده. فبالتالي لانه لا يوجد هذا الشيء ظهرت هذه الورقه اللي نسميها الجنسيه، استخدمت للابتزاز السياسي والولاء وقائمه طويله من قاموس ومصطلحات الابتزاز. هذه هي الحقيقه. وكان من الافضل على الانظمه طالما انها نشات حديثا ان تصنع دول، ولكنها لم تصنع، بدليل انه قانون الجنسيه اللي ظهر في 59 ترى يعني قريب جدا 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 قريب امس بمقارنه بتاريخنا الطويل يعني العربي والثقافي. قانون الجنسيه طلع في 59 قريب جدا، وكان هذا القانون ظهر في 59. في هذه الفترة كانت هناك طفرة نفطية عظيمة، وكان في فترة من الفترات يستحوذ على الشأن العام مجموعة من التجار والأسرة الحاكمة، هم الفاعلين الحقيقيين في الكويت أنا أتكلم. فبالتالي ظهر هذا القانون لتصفية مكونات اجتماعية عديدة جدا، بدليل أنه هناك نص في قانون تحقيق الجنسية يستدل على الجنسية الكويتية بالسمت والمظهر واللهجة. يعني الرسالة واضحة، يعني هي كيف نقلص هذه الدولة التي بها خيرات كثيرة بالبترول ونحكم قبضتنا على هذا البلد. فيجب أن يكون هناك أو ليس قانون واحد، مجموعة من القوانين لكي أصفي واستبعد واقصي من لا اريد. لذلك يعني للاسف حكومتنا او بشكل عام
تاريخ السلطة لم يقدم تصور واضح للمواطن وحتى الجنسي تصور نابع من كينونة الوجود. وهذا أمر طبيعي، يعني عندنا دليل بسيط وموجود بدون يعني يعانون من سنوات عديدة ولا يوجد شيء اسمه بدون مال وطبق، وهم أغلبهم أقدم من الأسر الحاكمة كلها على بعضها. لكن يبدو أنه هذا الملف هو ملف للإدارة السياسية أو مساومات معينة، والبدون في الخليج العربي فوق عدده مليون نسمة، ولكن لأنه لا يملكون تصور معين للمواطنة والوطن، وهذه السلطات تملك مفهوم للمواطنة المواطنة وليس الشعوب. هم ينظرون إلى دولنا على أنها مجموعة من آبار النفط أو بقر تدور الحيط، لا أكثر ولا أقل. فبالتالي طبيعي أن تسحب الجنسية من أي شخص يخالفهم، وهذه أكبر إهانة للأرض والوطن والشعب. الحقيقة أنا أستغرب كثيراً، ويعني أستغرب أضعها بين قوسين، يعني لا أستغرب في نفس الوقت، أستغرب ولا أستغرب كيف تغيب التيارات السياسية عن المواطن، عن وجودك كيف يلغى وتسكت؟ أمر طبيعي جداً. هذا دليل على أمر أنا دائماً أكرر بأن للأسف معظم الفاعلين السياسيين هم أصلاً الوجه الآخر من السلطة، فبالتالي هم طبيعي أنه لا يلتفتون للقضايا التي لا تدخل في حسبة السوق. باختصار أي قضية لا تدخل في مساومات السوق لا 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 تهمه، بدليل أنه البدون يعني لهم سنين ما سمعنا صوت، أوكي نسمع صوت هناك وهناك، لكن كنت أعطيها زخم وتنزل للشارع لتأخذ حقوق هذه الفئة الذين يضربون، واليوم أطفال بدون يمنعون من التعليم، هو أبسط حق إنسان أن يعني يتعلم الإنسان، يعني شوف الجريمة، يعني شيء لا يعقل ولا يطاق أن يترك الإنسان جاهلا، هذه مصيبة أن يترك الإنسان لا يقرأ ولا يكتب، هذه مصيبة. مصيبة. وأول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هي اقرأ، لأنه من غير القراءة لن تكون هناك رسالة ولن تكون، لازم يقرأ ويعيد ويكرر. فبالتالي أمر غريب جدا أن تصمت التيارات أو التي تدعي لنا التيارات عن هذا الأمر. أنا أختم هذه الكلمة بما بدأت به، يعني بالفعل أحيي حزب الأمة على هذه الجرأة، وهذا أمر غير مستغرب أن تعقد مثل هذه الندوة، وأدعو جميع الفعاليات الشبابية والتيارات والنشطاء أن يشاركوا ويتحاوروا في النهاية هذه ندوة نتحدث بشكل سلمي وبسيط ونقول كل شيء للناس، يعني ماكو شيء مخفي يعني ولا شيء يعني. فشكرا لاستماعكم وأسفين عن الإطالة. نشكر الدكتور أحمد الغزير على هذه الكلمة الطيبة التي بين فيها الجانب الثقافي والواقعي في أزمة الجنسية وحشد الحرية، ونبارك له كذلك في كتابه الجديد الكويت جدلية السلطة والثروة، دراسة نقدية في تاريخ الكويت السياسي الاقتصادي. نحن بحزب مستمرون على الفعاليات في هذا الأمر الخطير الذي نرى أنه سيقص المجتمع، ونرى أنه نواة وبدر لقيام أقاليم عرقية مذهبية طائفية في جزيرة العرب. فالفتنة إن أقبلت علم بها العلماء، وإن أدبرت تعلق بها الجهال. لن نقف عند هذا الحد، سنحافظ وندافع عن وحدتنا وعن أمتنا في الكويت وفي الخليج العربي، ولا نرضى التمزق والتشتت والتشرذم، ولا أن نكون غير هوية بسبب قرارات سياسية سيادية غير أصحابها غير مسؤولين ولا يعلمون عواقبها أبدا.
سنعقد الندوات والمحاضرات وإن استلزم الأمر وحدث حراك شعبي داعينا إلى مسيرة شعبية لرفض هذا الظلم ورفع مشروع أن يكون قانون الجنسية تابع للقضاء وأن يحدد معالمه وأبجدياته حتى لا يكون لأحد فضلاً على آخر والأكرم عند الله هو الأتقى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.